في هذا العرض سوف أعرفكم على العدد I، وهو ما يسمى أحياناً بالوحدة الوهمية. ما ستراه هنا وربما سيكون مختلفاً بعض الشيء وجدير بالاهتمام هو أن العدد غريب نوعاً ما عن الأعداد التي تعلمناها في الرياضيات، وتكمن غرابته في أنه لا يملك قيمة ملموسة مقارنة كتلك التي نستطيع تحديدها في الأعداد العادية. I يعرف هنا على أنه العدد الذي مربعه يساوي ناقص واحد، هذا ما يعنيه I، وهذا يقودنا إلى عدة أشياء مهمة. وفي بعض الأماكن ستلاحظ أنه يعتبر على أنه الجذر التربيعي للعدد ناقص واحد، وأريد أن أصرح لكم أن هذا ليس خاطئا، فكما تعلمون أن I للقوة 2 يساوي ناقص واحد، إذن I تعادل الجذر التربيعي لناقص واحد، وهاتان العبارتان تفيدان المعنى نفسه، لكن أريدكم أن تتمهلوا عند حل مثل هذه المسائل، لأن بعض الأشخاص قد يذهبون بأن ذلك خاطئ، ولكن في الواقع هم المخطئين، لأن عند التمعن باهتمام فيما تعنيه هذه العبارة بأن الجذر التربيعي لعدد سالب، فهذا يعرف على أنه وهمي، وسنتعلمه في المستقبل على شكل أعداد معقدة أو complex numbers، لكن في الوقت الحاضر يجب أن لا نفرق ما بين هذان التعريفين. والآن دعونا نفكر قليلا بشأن القوة المرفوعة للعدد I في هذا التعريف، فحيث يمكنك أن تتخيل أن I للقوة 2 يساوي ناقص 1، وإذا طبقت هذا على جميع أنواع القوة فسأحصل على أعداد غريبة جدا. وما سنراه هنا هو أن قوة العدد I متكررة، لأنه يعتبر نوع من الدوران حول عدة قيم، إذن يمكنني أن أبدأ بI للقوة 0، ويمكنك أن تقول أن أي عدد يرفع للقوة 0 يكون ناتجه 1، إذن I للقوة 0 يساوي 1، وهذا صحيح. ويمكن أن تستنتج هذا من التعريف بكل وضوح، أي عدد مرفوع للقوة 0 يساوي 1. الآن نقول كم ناتج I للقوة 1؟ حسناً، أي عدد يرفع للقوة 1 يعطينا العدد نفسه، بالتالي سيكون الناتج هو I. ويمكن أن نستمد الدليل على ذلك من التعريف، فيمكن اعتبار ذلك منطقيا. ثم لدينا الآن I للقوة 2 تكون بحسب التعريف I للقوة 2 يساوي ناقص 1. دعونا نجرب إذن I للقوة 3، يمكن كتابتها على شكل I للقوة 3 هنا تساوي I للقوة 2، وكما نعلم أن I للقوة 2 تساوي ناقص 1، إذن ناقص 1 ضرب I، وعند القيام بالضرب I ضرب ناقص 1 يساوي ناقص I. الآن ما الذي سيحدث عند I للقوة 4؟ مرة أخرى، I للقوة 4 ستساوي I ضرب I للقوة 3. حسناً، كم ناتج I للقوة 3؟ لدينا I للقوة 3 هو عبارة عن ناقص I، إذن بالتالي لدينا هنا I ضرب ناقص I. هنا لدينا إشارة سالبة، إذن I ضرب I ضرب ناقص 1، إذن دعونا نكتب هذا نفس الشيء، لأن عملية الضرب هي عملية توزيع، إذن لدينا هنا I ضرب ناقص I وتساوي ناقص 1 ضرب I ضرب I، إذن هنا لدينا I ضرب I حسب التعريف تساوي ناقص 1، إذن نلاحظ أنه ناقص 1 ضرب ناقص 1 ويساوي 1. حسناً، لنجرب I للقوة 5، وهذا سيعادل I للقوة 4 ضرب I، ونحن نعلم ما هو I للقوة 4 يساوي 1، 1 ضرب I يساوي I. إذا مرة أخرى هذا نفس I للقوة 1، دعونا نكمل المثال مع باقي الأعداد لنجرب I للقوة 6، I للقوة 6 وهي تعادل I ضرب I للقوة 5.
وكما رأينا فأن I للقوة 5 يساوي I، بالتالي الناتج سيكون حسب التعريف I ضرب I يساوي ناقص 1. دعونا نتوقف عن هذا الآن، مع العلم أنه يمكن أن نستمر مع باقي الأعداد ويمكننا الاستمرار ووضع قيم أعلى للقوة، وفي العرض التالي سوف أعلمكم كيفية وضع قوة أعلى للعدد I وكيف يمكنكم حلها. لكن دعونا الآن نتحقق من أن النواتج تتكرر. I للقوة 7 يساوي I ضرب I للقوة 6، وآي للقوة 6 يساوي ناقص 1، آي ضرب ناقص 1 يساوي ناقص آي، وإذا أخذنا آي للقوة 8 سيساوي 1، وإذا جربنا آي للقوة 9 سيساوي آي، وهكذا وهكذا.